شكرا سيدتي الكريمة، شكرا على جهودك معنا خلال الأيام الماضية، شكرا سيد بيتر على كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب العطوفة والسعادة، الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على مشاركتكم الفعالة ومساهمتكم البناءة في مداولاتنا خلال الأيام الثلاث الماضية، والشكر موصول كذلك إلى رؤساء الجلسات الحوارية والمشاركين فيها وميسريها للاهتمام الكبير الذي أبدوه في الاطلاع بمهامهم. ولا يفوتني كذلك أن أعبر عن خالص التقدير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الجهات التي لم تدخر جهدا لإنجاح مشاوراتنا. وأرجو في هذا المقام أن أؤكد على الأهمية التي تكتسيها المحاور الرئيسية للمشاورات والمتعلقة بفعالية العمل الإنساني والحد من مكامن الضعف وإدارة المخاطر والتحويل من خلال الابتكار وتلبية احتياجات المجتمعات خلال النزاعات بهدف تحديد المعالم الجديدة للعمل الإنساني لتواكب المتغيرات ولتصبح أكثر فعالية وشمولا لتلبي التطلعات التي ينشدها الجميع. إنني على يقين من أن العديد من المسائل التي تم تناولها خلال هذه المشاورات سيتم البناء عليها وستشكل أساسا لإجراء مزيدا من المداولات حولها في إطار النقاش البناء، وباعتبارها قضايا واقعية جوهرية نأمل أن تسهم في تقريب وجهات النظر تحقيقا للغايات المرجوة، وعلى رأسها تجديد التزام كافة الأطراف المعنية بقضايا العمل الإنساني لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا، ومن بينها الحروب والنزاعات التي أدت إلى تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتسببت بمعاناة إنسانية كبيرة خاصة للأطفال والنساء والشيوخ وذوي الإعاقات، وأثقلت كاهل الدول المضيفة، مما يستدعي تضافر كافة هذه الجهود ومواصلة العمل الدؤوب من أجل توفير الدعم على نحو يسهم في تخفيف المعاناة وتعظيم الاستجابة الإنسانية، متمنية أن تترجم النقاشات والمداولات التي شهدناها في الأيام الماضية إلى حلول عملية تمكننا من تطويع التحديات التي تواجهها المنطقة وترتقي بطموحاتنا إلى تحقيق المبتغى الذي ننشده جميعا. وفي الختام اسمحوا لي وبالنيابة عن حكومتي وشعب المملكة الأردنية الهاشمية أن أتقدم منكم بالشكر مجددا، لقد شرفنا حضوركم إلى بلدكم الثاني الأردن. نأمل أن تكونوا قد حظيتم بإقامة سعيدة في رحاب المملكة، وأن تكون الفرصة قد أتيحت لكم للاطلاع على الثقافة الأردنية العريقة والتاريخ الأردني الذي يضرب جذوره في عمق التاريخ، متطلعين إلى التعاون معكم والترحيب بكم مجددا في ربوع بلدكم الثاني، بلد الإنسانية الأردن. شكرا.